السلام عليكم في فيديو جديد من Apprendre les règles de la pétanque. Article 15. Placement du but après arrêt. إذن هنايا غادي نتعرفوا في هذا الفيديو على الارتيكل رقم 15 اللي كيتكلم لينا على فين كيمكن لينا نحطوا البوشون من بعد ما كيوقفوا شي شخص. 1. Si le but frappé est arrêté ou dévié par un spectateur ou par l'arbitre, il conserve sa position. إذن هنا النقطة الأولى في هذا الارتيكل كيقول لنا أن البوشون إلى كان ملعوب وتضرب هو يطير هو يضربه وقفوا لنا حكم أو لو وقفوا لنا أحد المتفرجين. ففي هذه الحالة البوشون كيحافظ على النقطة الجديدة ديالو. كتوضيح لهذه النقطة فعندنا هنايا واحد لاميل اللي هي ملعوبة وعندنا هنايا لو سيركل. هنا عندنا البوشون هو هذا اللي بالأحمر وهادو كرات اللي هي ملعوبة ديال اللاعبين. هاد الشخص اللي هنايا يقدر يكون عبارة عن حكم ويقدر يكون عبارة عن متفرج. اللاعب فاش كيلعب لابول ديالو كيضرب البوشون، البوشون كيطير، طير من هاد النقطة، كيقيس هاد الاربيتر أو لا هاد المتفرج وكيوقف هاد النقطة هادي. القانون كيقول لنا إذا تعلق الأمر هنا بحكم أو لا متفرج فالبوشون كيحافظ على هاد المكان الجديد ديالو. نيميرو 2 سي لو بوت فرابي اي اريتي او ديفيي باغ ان جوور situé en terrain de jeu autorisé, son adversaire a le choix entre. Donc, fait une autre tienne de l'article 15 qui dit لنا il est quel bouchon ملعوب وهو يتضرب. اذا ضربوا واحد اللاعب اللي هو مشى يتيري كره وطاح في البوشون، هذا البوشون هو يتحبس، شكون اللي حبسو او لا ديفيه لينا واحد اللاعب. فكيف ما كتشوفوا هنا عندنا ها هو اللاعب اللي غادي يلعب هذا البوشون وهادو هما الكرات اللي ملعوبين. هذا عبارة عن جوور ديال هاد لابارتي هادي، لكن في هاد القانون في هاد النقطة هادي كيقول لنا أن هاد لو جوور سيتيي أون تيران دو جو أوتوريزي. وهنا كتشوفوا بأن التيران دو جو راه هو هاد الإطار اللي بالأحمر، وهنا هاد اللاعب هذا راه خارج هاد لو تيران دو جو. إذا فاش غادي يوقع أن هاد اللاعب غادي يضرب وغادي يحرك البوشون، البوشون غيضرب في هذاك اللاعب اللي واقف تماك، فهاد اللاعب ما كيحققش هاد النقطة ديال أنه راه واقف في التيران ديال اللعب. في هاد الحالة ما غاديش نتكلموا على البوشون أننا غادي نديروا معاه شي حاجة، يعني لو شوا ما كيكونش في هاد الحالة هادي، حيت هنا كيقول لنا سون أدفيرسير أ لو شوا أونتخ. هاد النقطة ديال لو شوا ما كتكونش في هاد الحالة، لأن هاد اللاعب أصلا ما كانش واقف داخل التيران ديال اللاعب. حالة ثانية هو أن هاد اللاعب مثلا لاعبين في التيران اللي هو ليبر ونفس الحاله، لكن في هذه الحاله كاين كنعتبروا ان هذا اللاعب فهو موجود في التيران ديال اللاعب. اذا اللاعب ديالنا فاش غادي يضرب وغيحرك البوشون، البوشون غادي يطيح، يعني هنايا كتلاحظوا ان البوشون فاش كان غادي هو يضرب في هذا اللاعب اما كيتوقف اما كيديفيا وكيطيح في مكان اخر. فهنا هي النقطه اللي قالوا لنا ان لادفيرسير ديالو ال ا لو شوا، سون ادفيرسير ا لو شوا اونتر. هنا فقط نبغي نوضح واحد النقطه، حيت فاش كيبغيو يقولوا لنا لادفيرسير شحال من واحد كيبقى يفكر واش لادفيرسير ديال هذا اللي يلعب ولا لادفيرسير ديال هذا. اذا فالقانون هنا كيتكلم على لادفيرسير ديال هذا اللاعب اللي ضرب فيه البوشون ووقف. حنا هنا ما يشغلناش شكون هو هذا، يقدر يكون هذا مع هذا في نفس الفريق ويقدر يكون هذا فريق وهذا فريق اخر. حنا ما كيهمناش هذا الشيء، اللي كيهمنا واللي كنهتموا به هو هذا اللاعب، هذا هو اللاعب اللي ضرب فيه البوشون وهو يديفيا وهو يطيح الارض او لو يتوقف البوشون. اذا هذا اللاعب هذا هو اللي لادفيرسير ديالو عنده اختيار. هنا الاختيارات اللي كيقول لنا القانون كيقول لنا بوتيتا ليس لو بوت ا سا نوفيل بلاس، دونك يقدر يخلي البوشون في المكان الاخر اللي طاح فيه. بوتي بي ريميتر لو بوت ا سا بلاس بريميتيف. النقطة الثانية هو أن هذاك لادفيرسير ديال هذاك اللاعب من حقه أنه يعاود يرد البوشون فين كان. النقطة الثالثة اللي هي سي بلاسي لو بوت دون لو برولونجمون دون لين الون دو سا بلاس بريميتيف الاندروي أو إل سو تروف على ديستونس ماكسيمال دو 20 متر دو سيركل 15 متر بور لي كومبيتيسيون دي جون إي دو فاسون اسكيل سوا فيزيبل. وهاد النقطة هادي تيقولنا بان هذاك اللاعب هذاك لادفيرسير اللي عنده لو شوا فممكن انه يحط لنا البوشون في واحد البرولونجمون،
وحنا غادي نوضحوا هذا البرولونجمون وكيفاش ممكن يتعاملوا معه. وهنا كيقول النبي انه هاد النقاط اللي هي بي و سي هي بي و سي نو بوف تيتر ابليكي كو سي لو بوت ا ايتي بريالابلمون ماركي سي تي ني با لو كا لو بوت ريستورا او اي سو تروف. اذا ما يمكن ليناش نختاروا هذا الاختيار الثاني ولا الاختيار الثالث الا اذا كان البوشون متراسل. لتوضيح هذه النقاط هذه كنا قلنا بانه في النقطه الثانيه اذا كان عندنا البوشون ها هو في اللعب وهو يتضرب من طرف واحد الكره وهو يتحبس اولا ديفيا من طرف واحد اللاعب فلادفيرسير ديال هذا اللاعب هو اللي عنده الحق يختار خصوصا وان هذا اللاعب راه كاين دابا في التيران دو جو. اذا فاذا تضرب بحال هكا وطار لنا البوشون طاح فتيكون عندنا الحق في الاختيار بشرط ان البوشون يكون متراسي. في هذه الحاله هذه كيبان لكم بان البوشون ماشي تراسي اذا هذا الاختيار ما كيبقاش عنده الاختيار. اذا طار البوشون وضرب في واحد اللاعب وطاح في هذه الحاله كنوليو نتعاملوا كيف ما تعاملنا مع الحكم او المتفرج. في هذه النقطه هذه عندنا البوشون تراسي اذا في هذه الحاله هو البوشون تراسي. كذلك اللاعب ضرب طاح في البوشون البوشون طاح هو يضرب في اللاعب هو يطيح. اذا هنايا عندنا البوشون تراسي وهنا كنرجعوا للاختيارات اللي قلنا وفي هذه الحاله ممكن ان لادفيرسير ديال هذا اللاعب هذا يختار. النقطه الاولى اللي كيقول لنا القانون تيقول لنا انه بوتيتا لسي لو بوت ا سا نوفيل بلاس بمعنى الى وقع ان لاعب ضرب بوشون وطار وضرب في واحد اللاعب لادفيرسير ديال هذا اللاعب من حقه انه الا كان يوافقوا ان البوشون يبقى هنايا غادي يقول لهم هذا البوشون غادي نخليه في هذه النقطه هذه. النقطه الثانيه اللي كيقول لنا القانون هي بوتي بي غوميتر لو بوت ا سا بلاس بريميتيف ما تنساوش بان البوشون هنا راه تراسي. اذا فاش غادي يلعب لنا واحد اللاعب وغيضرب لنا البوشون غيطير غيضرب في واحد اللاعب اللي هو واقف في تيران دو جو وغيطيح بحال هكايا فمن حق لادفيرسير ديال هاد اللاعب هذا كاختيار انه ياخذ هاد البوشون ويعاود يردو للمكان فين كان. النقطه الثالثه ديال الاختيارات هي انه يبلاسي لو بوت دون لو برولونجمون فاش غادي يضرب وغيطير البوشون وغيحبسوا واحد اللاعب فالادفيرسير دائما ديال هذا اللاعب عنده الحق باش انه يحط هذا البوشون في واحد لو برولونجمون. هنا البرولونجمون كيبقى واحد التساؤل اشنو هي القوانين المرتبطه بهذا البرولونجمون يعني فين غادي نحط هذا البوشون. هنا الى وضحنا هاد الحاله هذه عندنا هذا هو لو سيركل ديال اللاعب. اذا حنا هنايا كنلعبوا من هنا البوشون هو هذا هنا ملعوبين بعض الكرات البوشون فاش غادي يتضرب من طرف واحد الكره ملعوبه وغادي يطير البوشون وغيضرب في هذا اللاعب وغيطيح هنا. اذا البوشون في الاول كان في النقطه ا ضرب في اللاعب اللي هو كاين في التيران دو جو وطاح في النقطه بي فهنا قالوا لنا لو بلاسي دون لو برولونجمون دي لين. اذا فين كاينه هاد لا لين فين كاين هاد الخط كي ايغي دو سا بلاس بريميتيف ا سا نوفيل بلاس. اذا كيبان لنا بان النقطه الاولى اللي كان فيها البوشون او هي النقطه ا ثم النقطه فين وقف البوشون من بعد ما ضرب في هذا اللاعب هي النقطه بي. هنا قالوا لنا عاوتاني واحد الحاجه اخرى اي سو جوسكا اون ديستانس دو 20 متر دو سيركل. لو برولونجمون اللي عندنا هو هذاك الخط اللي كيبان لكم بلون اسود. هنا كيبان لنا ان لو جوور ايل بوز كيهز البوشون وكيحطو بيدو يعني اختياري تيحطو في اي نقطه من هاد النقط اللي بغا ديال هاد الخط هذا اللي كيبان لكم بالاسود. وكيقول لنا هنايا بانه كيكون ما بين اونتر بي اي سي اذا غادي يحطو هنا الاوندرو كي لو فافوريز يعني البلاصه اللي كتوالمو هو اكثر جامي اونتر ا اي بي. اذا ما غاديش يعاود يردو ما بين ا و بي هنايا وانما غادي يحطو ما بين بي و سي. هاد النقطه سي كيفاش كنلقاوها؟ كنلقاوها انها كتبعد على سيركل 20 متر ب 20 متر يعني هو يقدر يحط هنا ولا هنا ولا هنا واي نقطه من هادو غادي تكون قريبه للسيركل قل من 20 متر. وكذلك كيخص نقطه اساسيه اخرى ان هذاك البوشون فاش غادي نحطو خصو يكون فيزيبل لواحد اللاعب اللي واقف في السيركل وراه عندكم ارتيكل كيوضح لكم كيفاش ان البوشون يتشاف من السيركل. هنا فاش غادي ننتقلوا لكولوار
وبيان لي تيغان تراسي. نحن لاعبين في هاد الكولوار هذا، عندنا هذا هو السيركل ديالنا، هادو هما بعض الكرات اللي هما ملعوبين. هاد الكره فبطبيعه الحال غتكون هي كره ميته لانها فات لينا هاد لو فون ديال الكولوار، وعندها البوشون هنا. اعتبروا معايا ان البوشون ضربات فيه واحد الكره، وهاد الكره يعني البوشون طار ويضرب في هاد اللاعب وهو طاح في هاد النقطه هادي بي. اذا كان في النقطه ا ضرب في اللاعب وطاح في النقطه بي. هنا قلنا نو سوم سيغ دي تيران تراسي، اذا في التيرانات اللي هما متراسين ولا ليميتي. ان جوور ديفي ان بوت تيري كو سباستيل، وهنا غتشوفوا بان اللاعب راه كاين في وسط تيران دو جو. اذا اشني هي الامكانيات اللي عندنا هنايا؟ الا كان لو بوت نوت ماركي، الا كان هذا البوتون هذا ما متراسيش، هنا الغاست اون بلاس، بمعنى غادي نخليه في هذه النقطه هذه في نقطه اللي هي النقطه بي، وبالتالي سيعتبر ميت لان البوشون فات لنا هذا وخرج هو كاع واحد تيرا اخر، وبالتالي فاتنا الخط وبالتالي كتعتبر ميت. وفي هذه الحاله كنهضروا على لامين اللي هي نول، وتقدروا ترجعوا للارتيكل رقم 14 اللي كيهضر لكم على لامين نول اشنو كنديروا فيها. احتمال ثاني هو ان لو بوت يكون ماركي، يكون تراسي، واذا كان تراسي كيقولوا لنا لادفيرسير، يعني لادفيرسير ديال هذا اللاعب هذا بو لو ليسي اون بي، يعني عنده الاحتمال انه يخليه في هاد النقطة بي ويعتبروا انه ميت، و لو روميتر ا سا بلاس انيسيال يعني اون ا. اذا ف لادفيرسير ديال هاد اللاعب عنده جوج اختيارات في هاد الحالة هادي، سواء انه يخليه هنا ويعتبره ميت، يعني اذا كان هو في صالحه هاد العملية غيقول لهم اودي البوشون كنعتبره ميت وصافي، ولامين غتكون نول، وغادي نمشيو لهاديك الساعة الارتيكل اللي كيهضرنا على لامين نول اشنو غادي نديرو فيها. اولا يهز البوشون ويردو لهاد البلاصه هادي. فهاد النقطه هادي ما كنهضروش على البرونجمون، حيت اصلا البوشون طاح فواحد النقطه اللي هو فيها ميت، فالبرونجمون كله غادي يكون ميت، وبالتالي لا داعي اننا نهضروا على النقطه ديال البرونجمون. هنا عندنا حاله اخرى ديال لاعبين في ليكولوار، غادي تلاحظوا بانه لاعبين في هاد ليكولوار هذا، وغيبان لكم هذا هو لو سيركل، هذا هو البوشون اللي كاين في النقطه ا، وعندنا بعض الكرات اللي هي ملعوبه. دير واحد اللاعب مشى هو يضرب طاح في البوشون، يقدر يكون ضرب بهاد الكره، البوشون هو يطير من النقطه ا وهو يوقفوا هاد اللاعب وهو يطيح في النقطه بي. فهنايا كيقول لنا اشنو ممكن نديرو. فالنقطه الاولى هي ان لو بوت نو ماركي، الا كان هاد البوشون ما متراسيش، القانون كيقول لنا بان البوشون غيبقى في البلاصه فين وقف، وبالتالي البلاصه فين وقف هي النقطه بي. فبالنسبه لنا النقطه بي هي واحد النقطة اللي سبق لنا وشفناها في ارتيكلات سابقة، فهي ممكن تكون واحد المكان ماشي ميت فيه البوشون. علاش؟ لأن كاين هنا خط اللي كيزدي ما بين هاد الكولوار وهاد الكولوار، وبالتالي البوشون ما كيموت حتى كيفوت هاد الكولوار هذا، بشرط أننا كنلعبو هنايا في واحد البارتية اللي هي عادية. أما إلا كنا لاعبين في البارتية اللي هي ضد الوقت، في هاد الحالة فكاع هاد الحدود هذا ديال الكولوار كتعتبر مميتة، وبالتالي حتى هنايا غتكون واحد النقطه اللي هي ميته. اما بالنسبه لنا حنا كنهضروا على بارتيه اللي هي عاديه، بارتيه ملعوبه على 13 نقط ماشي ضد الوقت. اذا فهنا الا كان لو بوت نو ماركي ما كانش تراسي، فالبوشون غنخليوه في بلاصتو وهو كيتعتبر حي وغادي نقدروا نلعبوا. قالوا لنا هنا النقطه الثانيه الا كان لو بوت ماركي، الا كان تراسي، لادفيرسير ديال هذا اللاعب هذا اللي هو ضرب فيه البوشون وطاح هنا هو اللي عنده الاختيار. الاختيارات ديالو هي كالتالي: لو غوميتر ا سا بلاس انيسيال، دونك يقدر هذاك لادفيرسير يعني الفريق الخصم ديال هذا هو في صالحه كيبان له انه يرد البوشون النقطه ا، فممكن انه يرد النقطه ا، او لو ليسي ا سا نوفيل بلاس، ويقدر كذلك انه يحطو خليه في هاد البلاصه هادي ما يحركوش، يقول لهم واخا راه تراسي انا كيوافقني انه يبقى في النقطه بي. وتبقى له الاختيار الثالث هو او لو بلاسي سور لو برولونجمون دون لين، دونك اولا عنده الحق في النقطه الثالثه وهو انه يديرو في البرولونجمون. دونك هنايا شكون هو هاد البرولونجمون اللي غادي يكون عندنا؟ الا كنا قلنا الى البوشون ما متراسيش غادي يبقى في النقطه بي، الى البوشون تراسي لادفيرسير تيكون عنده الاختيار انه يعاود يردو لا، او لا
يخليه في بي او لا يوضعه في واحد البرولونجمون. وهنا البرولونجمون كيبان لكم غادي يكون ما بين نقطتين بي و سي، ما بين هذه النقطه بي والنقطه سي. شكون هي هذه النقطه سي؟ هي واحد النقطه تبعد عن السيركل ب 20 متر. اذا فريق الخصم ممكن يحطوا في اي نقطه من هذه النقط اللي كتبان لكم هنا ديال هذا الخط الاسود، بشرط انه كما قلنا يكون ابعد نقطه هنا هي السي، هي بعيده عن السيركل ب 20 متر، وانه يكون فيزيبل. يعني اذا كنت واقف هنا وكنشوف البوشون فخصو يكون كيبان ليا. لكن اذا كتلاحظوا مزيان في هذا لي كولوار، ف الى حطيتو هنا راه مزيان، حطيتو هنا مزيان، حطيتو هنا مزيان، حطيتو هنا مزيان، ولكن اون فوا نديباسي هاد لا لين، فكنا هضرنا في واحد الارتيكل سابق باننا الا كنا لاعبين في هذا الكولوار وخرجنا البوشون الكولوار اللي حداه فممكن ان البوشون يبقى حي، لكن الا خرجنا للكولوار الثاني فالبوشون كيولي ميت. في هذه الحاله لادفيرسير راه ممكن يقول لهم البوشون انا نحطو هنا وبغى يعتبره ميت، وبالتالي كان في صالحه انه يقتل البوشون راه غادي يقتل البوشون. كاينه واحد الحاله اخرى، وهي ان اللاعب اللي ضرب البوشون هو نفسه اللاعب اللي غادي يتعرض للبوشون. فكان هذا اللاعب هذا غيضرب ضرب هو يطيح في البوشون، ان فوا طاح في البوشون ضربوا من هذه الجهه البوشون، هو يطير هو يضرب في هذا اللاعب هو نفسه، هو يطيح البوشون هنا ب 1 متر من مور السيركل. اذا البوشون كان في الاصل في النقطه ا، ثم طاح لنا في النقطه بي من بعد ما ديفيه لينا هذا اللاعب. هنا اشنو كيخصنا نديرو؟ فالحاله الاولى هي ان البوشون يكون نو ماركي، اذا ما يكونش تراسي. والا ما كانش تراسي في نظركم اشنو غادي نديرو؟ فاذا ما كانش تراسي كيقول لنا القانون بان البوشون غادي يبقى في النقطه بي، والا خلينا البوشون في النقطه بي هتلاحظوا بان المسافه ما بين النقطه بي والسيركل هي 1 متر. وسبق لنا وتكلمنا على لانيلاسيون ديال البوشون بانه بالضروره كيخص تكون 3 متر ما بين البوشون والسيركل، وبالتالي في هذه الحاله فالمسافه ما كافياش ديال 3 متر، اذا البوشون كيتعتبر ميت ولامين كتكون نول. وكندوزو كنطبقوا الحالات ديال لامين فاش كتولي نول ولا فاش كتطلق. il reste en place donc elle est nulle. بوكوا شرحناها، قلنا بانه ما كايناش عندنا المسافه ديال 3 متر. دوزيام كا بوت ماركي، دونك في حالتي اذا كان عندنا البوشون تراسي، بمعنى هنا كان تراسي في النقطه ا، لادفيرسير دو سولوي كي ا ديفيي لو بوت، يعني لادفيرسير ديال هذا اللاعب هذا، حيت هو اللي ضرب فيه البوشون وطاح هنايا، عنده اختيار. اشوف الاختيارات اللي عنده، اذا اما لو غوميتر ا سا بلاس انيسيال، يعني اون ا، يعني يعاود يهز البوشون من هنا ويعاود يردو ويحطو في النقطة أ ومن حقه. اختيار ثاني هو أنه لو ليسي أ سا نوفيل بلاس، يعني يخليه هنا يقول لهم أنا بنخليه هنا في بي، وفي هذه الحالة فالبوشون هو نول، يعني غيعتبرو بأنه غيقول لهم راه غنخليه في النقطة بي، والنقطة بي هي واحد النقطة اللي راه البوشون فيها ميت. وعنده الاحتمال الثالث هو أنه يوضع البوشون في البرولونجمون. اذا فين هو البرولونجمون في هذه الحاله هذه؟ الا خديتو معايا هذا الشكل هذا غيبان لكم بان البوشون كان في النقطه ا، ضربوا هذا اللاعب البوشون طار هو يضرب فيه هو يطيح في النقطه ب اللي قلنا كتبعد فقط ب 1 متر على السيركل. فهنا البرولونجمون كما قلنا دائما تيكون ما بين النقطه ا و بي، ولكن في اتجاه بحال هكا، ولكن جامي واش كنحطوا البوشون ما بين ا و بي، فكنحطوه ما بين بي و سي. وفي هذه الحاله البرولونجمون تيكون من اللور ديال السيركل، لانه تيران كيكون بهذا الشكل هذا. فعندنا هذا الديسك اللي بالزرق هو اللي كيبان لكم المسافه ديال 20 متر، والبرولونجمون كيقدر نديرو في هذه الجهه. هنا راه باقي عندي واحد شويه نقدر ندير فيه البرولونجمون، هو هذا، بمعنى ان لادفيرسير ديال هذا اما يقول لهم غادي يردوا لهنا ويكمل لامين، اما يقول لهم غادي نخليه هنا وغيعتبره ميت، اما يحطو في البرولونجمون. الا مشى تحطو في هاد لي برولونجمون اللي كاينين هنايا في هاد الديسك هذا اللي هو بالاحمر، فهو دائما ميت. ولكن الا خرجنا من 3 متر وحطو فمن حقه
انه يحطو في هاد لي برولونجمون في هاد الخط اللي كيبان لكم هنايا باللون الاسود داكن، وغادي يحطو على المسافه البعيده ديال 20 متر. كنذكر بان القانون كيذكر بان الفئات الصغرى ما كتكونش عندهم مسافه ديال 20 متر، وانما فقط المسافه ديال 15 متر في هاد لو برولونجمون. والنقطه الاساسيه الاخرى عاوتاني هو ان البوشون فاش كنبغي نحطو دائما كيخصو يكون فيزيبل وكيبان من السيركل. او كتبقى لنا الفقره الاخيره من هاد لارتيكل 15، سي ابري افوار ايتي فرابي لو بوس باس دون سا كورس اون تيران انتيردي pour revenir finalement en terrain de jeu, elle est considérée comme nulle. Il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 14. إذن فهنا راه سبق لنا وهضرنا عليها في البداية ديال هاد الفيديو، فتيتكلموا لنا على الحالة بحال هكايا. إلى عندنا لو تيران دو جو، عندنا تراسي وباين لنا الحدود اللي كتموت فيها البوشون، فتصوروا معايا أن هاد اللاعب ضرب البوشون، البوشون كيطير كيضرب في واحد لادفيرسير ديالو ولا معاه صاحبو، كيضرب في واحد اللاعب، وكما كتشوفوا فالبوشون كان هنا مشى ضرب في هذا اللاعب اللي هو خارج التيران، راه ما كاينش في وسط التيران، ولكن البوشون هو يعاود رجع لنا في التيران. في هذه الحاله كنعتبروا ان البوشون ديجا راه مات، لانه فاش خرج من هنا فاش ديباسا هاد لالين هادي لالين دو بيرت فهو ديجا راه مات. وخا ضرب لنا في هذا اللاعب وعاود رجع للتيران، ففي هذه الحاله راه واضح جابات البوشون وما تيبقاش عندنا الحق في هذيك الاختيارات اللي كنقولوا، ولا نبقاو نشوفوا واش البوشون تراسي ولا ماشي تراسي. لا، فهنايا انتهى الامر، لان البوشون فاش كان طاير فمات قبل ما يضرب في هذا اللاعب هذا. اذا شكرا على المتابعه، وموعدنا ارتيكل جديد وفيديو جديد. تابوناو مع لاشين وما تنساوش تفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد.